عشان تعدن عملة البيتكوين في 2022 كل اللي محتاجه منك يكون عندك تليفون، لا هتروح تشتري كمبيوتر ولا هتجيب مكنة تعدين. زي ما انت طبعا شايف قدامك في تليفونين، اللي جنبك فيه 100 دولار واللي على اليمين فيه 80 دولار. عشان تبدأ التعدين بتيجي هنا تدوس تعدين، وبالشكل ده بيكون عندك التعدين بالشكل البسيط اللي انت شايفه قدامك من تليفونك، تقدر تعدن عملة البيتكوين. هتشوف النهاردة قدامك سحب ب180 دولار، ومش ده الاهم، احنا كل مرة بنسحب، الاهم النهاردة في تحديثات جديدة في الابليكيشن. ازاي تحمل الابليكيشن بشكل مجاني من قلب الشركة. في ناس كتير جدا بتواجهها صعوبة ازاي تحمل الابليكيشن وتعدن على التليفون. هشرح لك النهارده كل حاجة عن التطبيق. احلى اللايك بتاعك وتعالى اشرح لك كل اللي بتعمله. بعد ما بتحمل التطبيق بتيجي هنا عشان تبدأ التعدين، وبمجرد ما بتحل الكباتشا بيكون عندك التعدين شغال على تليفونك. اسفل التعدين لو بصيت حضرتك بيكون الرصيد عندك بالدولار، لو انت عايز تحسب اللي موجود عندك بتلاقي كل حاجة بالدولار، وده عندك طبعا عملة البيتكوين. ده في الحساب الاولاني، وعندنا برضو في الحساب الثاني 80 دولار. دلوقتي بقى هننتقل لمرحلة ازاي تحمل التطبيق وتعدن عليه بشكل مجاني من قلب الشركة، وبعد كده نرجع نعمل اثبات السحب. عشان طبعا تحمل برنامج التعدين هتلاقي رابط التحميل اسفل الفيديو، هيحولك في صفحة زي كده. بتفتح معاك صفحة زي كده، على حسب نوع تليفون حضرتك بينزل التطبيق. لو انت اندرويد بيظهر معاك اندرويد، لو انت ايفون نفس الكلام. بتنزل اول نسخة، ركز معايا، بتيجي هنا حضرتك بتعمل اسبتار، والحركة دي بنعملها في كل النسخ. ركز هنا يا زميلي على علامة التعدين وبندوس اوكي عشان نفتح التطبيق بعد ما بننزله. بيظهر معانا طبعا واجهة التطبيق، بنجي هنا على البانل الاسود وبنقول له عايزين نعدن بيتكوين. بمجرد ما بندوس عليه كده بيقول لحضرتك اوكي، عايز الحساب بتاع حضرتك اللي هتعدن عليه، او تقدر تدخل بفيسبوك. لو دوست كده على الجيميل بيقول لحضرتك اختار الحساب اللي انت عايز تعدن بيه بيتكوين، فبتقول له مثلا هدخل بالجيميل ده، حساب جيميل، مش مطلوب منك غير ان يكون عندك حساب جيميل فقط. بتفتح معاك الصفحه زي كده صاحبي، ركز بقى عشان في ناس بمجرد ما بتوصل الخطوه كده بتقفل التطبيق. اول حاجه ده بفلوس، ولكن انا هخليك دلوقتي تعدن مجاني. بتنزل كده شويه، ركز هتلاقي في حاجه اسمها هنا ديسكارجار ليتل، يعني تحمل تطبيق من هنا مجاني. لازم تحمله من نفس المكان ده، لو حملته من جوجل بلاي مش هيفتح معاك. بمجرد ما بتدوس عليه بيحولك على التليفون بتاعك، وبتحمله نفس الطريقة الاولانية، وبتيجي تعمل اوكي، وبتيجي حضرتك هنا على علامة البيتكوين. احنا حملنا التطبيق التاني اللي هو بتاع التعدين، وبنيجي ندوس على علامة التعدين. زي ما طبعا حضرتك شايف هنا بيقولك اوكي فتح معاك التطبيق، افتح البلان. بتدوس عليه حضرتك بالشكل ده بيقولك ادخل بالايميل اللي انت دخلت بيه في الاول، فاكره؟ فبتدوس عليه بالشكل ده وبيظهر لك طبعا الجيميل بتاعك، بتدخل بالجيميل. زي ما انت طبعا حضرتك شايف هنا مبروك عليك كده عندك برنامج التعدين. ركز بقى صاحبي، في ناس بمجرد ما بتنزل التطبيق ده بتثبت على هاش 300. اول طريقة انك ازاي تعدن بشكل اسرع او تزود التعدين، بتيجي حضرتك هنا على اكتفار كل 3 ساعات، وزي ما انت طبعا شايف هنا عندك اصفار. بمجرد ما بتدوس لو اول مرة هتثبت على هاش 300. بتجيبها منين اهو؟ بجيبها من هنا اكتفار. لو انت اول مرة هيثبت معاك 300. ايه 300؟ 300 هاش، بتعدين بطيء جدا. لو دوست عليها بالشكل ده حضرتك وجبتها على اليمين والشمال زي ما انت شفت في اول الشاشة، بيبدأ معاك التعدين. ولكن طبعا انا هقول لك على ثغرة تاني ازاي تاخد اكتر. بتنزل طبعا تحت هنا على 1000 هاش وبتقول له اوكي. ايه الفكرة؟ بتنزل تطبيق هنا VPN، بتفتحه مرة واحدة فقط وبعد كده بتقفله. اهو زي ما انت طبعا شايف بنزل التطبيق، سلس وسهل جدا. ده تطبيق VPN تابع للشركة، بتنزله مرة واحدة وبتفتح التعدين على اي بلد وبعد كده بتقفله. هو بيقول لك حضرتك فين الجيميل اللي انت هتدخل بيه او اللي انت دخلت بيه، فبتدوس هنا بالشكل ده بيفتح لك الجيميل، تدخل برضو بنفس الجيميل اللي انت كنت مسجل بيه. وبالشكل ده يا صاحبي بيقول لك تمام انت عندك كده ال VPN. الخطوة اللي بعد كده بتديله صلاحيات، بيقول لك التطبيق صلاحيات، بتخش على التطبيق وبتشوف هو موجود فين، تفتح له الصلاحيات طبعا من عندك، دي حاجة كده انت عارفها، صلاحية ال VPN. وبترجع يا زميلي، بمجرد طبعا ما بترجع لو عمل معاك تاني اعملها من جديد، وبمجرد ما بترجع بيقول لك تم تاكيد ال VPN. الخطوه اللي بعد كده بقى شوف بلد عدن فيها مره واحده بس، بتدوس هنا بامص اهو. بمجرد ما بتدوس كده بيظهر لحضرتك هنا ال VPN، شوف اي بلد تعدن فيها. الكلام ده تعمله مره واحده فقط، اختار مثلا هنا عندك هنا نشوف مثلا فرنسا اهي اسرع مثلا بلد، فبندوس عليها وبيجي هنا حضرتك نقول له كونتينوار بس،
احذف بقى التطبيق ده مش محتاجينه تاني. بترجع على التطبيق التعدين اللي هو الليتل، بيقول لك مبروك تم اضافه الالف هاش. بمجرد حضرتك بمجرد ما بتدوس هنا على اوكي بيقول حضرتك انت كده مبروك. ما تنساش بقى حضرتك تعمل لايك. بتيجي بقى عشان تبدا التعدين بتاعك من هنا. دلوقتي بقى هننتقل لمرحله ازاي تسحب فلوسك من التطبيق. الحد الادنى للسحب بعمله البيتكوين هو 1000 ساتوشي. لو انت هتشتغل 24 ساعه فانت بتوصل 1000 ساتوشي في 4 ايام، لو انت هتشتغل ايام متقطعه فانت بتوصلها في اسبوع كامل. عشان تسحب يا زميلي اول لما بيكون عندك 1000 ساتوشي تعرفهم ازاي؟ سواء هتبص عليهم هنا بالدولار او هتلاقيهم اسفل العمله 1000 ساتوشي. بمجرد ما بيكون عندك 1000 ساتوشي انزل قول له عايز اسحب من الاسفل هنا، بيظهر معاك صفحه في الاول بيقول لك عايز عنوان بيتكوين تسحب عليه. لو ما عندكش عنوان هقول لك ازاي تعمله، وهنا طبعا بتدوس على الماكس وفي الاخر بتحل الكباتشه وبتقول له اسحب. يلا بقى نروح نجيب العنوان دلوقتي. هسحب النهارده على فوست بي عشان هتشوفه في اخر الفيديو لما بيوصل. لو ما عندكش المحفظة هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. بتاخد العنوان بالشكل ده وبترجع تقول له هسحب على العنوان ده. وزي ما قلت لك طبعا في التحت قلت لك هنا لو دوست على ماكس بينزل لك الرصيد وبتقول له انا لست ريبوت زي ما انت طبعا شايف تك تك، وبتقول له من الاسفل اسحب الرصيد. طب هل بالشكل ده انا سحبت؟ لا، هيوصلك رسالة دلوقتي على الجيميل بتاعك زي ما قلت لك احفظ الجيميل. بمجرد طبعا ما بتدخل على الرسالة بيقول لحضرتك انت هتسحب على العنوان ده اتأكد. لو انت متأكد بتقول له كونفيرمار من تحت عشان يفتح لك بالشكل ده وبيقول لك تم السحب. نفس الكلام برضو هنعمله على ال $80 اللي في الحساب الثاني بالشكل ده، بنقول له زي ما انت طبعا شايف هنا $80 لو انت بصيت عليها، وهنا عملة البيتكوين نفس الكلام بتقول له اسحب. لو بصينا هنا بقى انا العنوان بتاعي عندي ثابت لان حضرتك بمجرد ما تسحب اول مره وتاني مره مش محتاج انك انت تجيب العنوان، هتيجي بس تقول له عايز اسحب الماكس. ولكن في الاول انا عايز اتاكد هسحب النهارده على بينانسي عشان برضه هتشوفه في اخر الفيديو. هبص كده على العنوان بس اتاكد منه بي تي سي لان انا بسحب على اكتر من محفظه، وزي ما انت طبعا شايف نفس العنوان وبقول له تم. نفس الكلام برضو بالشكل ده بيوصلني رسالة على الجيميل وباخد الرسالة بفتحها، وبمجرد ما بفتح الرسالة بيقول لي تم السحب. هيوصلك في قد ايه السحب يا عم احمد؟ بيوصلك في 10 ساعات لو انت سحبت اكتر من 1000 ساتوشي. بالنسبة للسحب الاول كان في فوست بي ووصل بعد 3 ساعات. لو نزلنا تحت طبعا هتلاقي الرصيد موجود، وزي ما انت عارف بيوصل في اقصى حد 2 يومين لو اخر عندك لو انت سحبت في 1000 ساتوشي. برضو كان في بنفسي سحبنا نفس الكلام هنا $80 لو انت بصيت على عملة البيتكوين هتلاقي عندنا $80. بص يا برنس الليالي، انا عارف ان انت بعد ما هتحمل التطبيق هتعمل اكتر من حساب، وعشان تدخل تعدل بالحساب الجديد هيظهر لك رساله زي اللي انت شايفها قدامك ديت بالشكل ده، هتقول لك حضرتك عندك حساب شغال دلوقتي. ايه معناها الرساله دي يا عم احمد؟ معناها بيقول لحضرتك ان انت قلب تليفونك شغلت عليه التعدين. مش هينفع تعمل مزرعه. لو انت عايز تعمل مزرعه، لو احنا مثلا نزلنا كده تحت اسفل الفيديو بصينا الحساب الاول هنا زي ما انت طبعا شايف هنا في 31000 وحاجه، ده اكبر مزرعه في الوطن العربي. وعندنا طبعا في الحساب الثاني لو رجعنا كده عملنا رجوع وشفنا طبعا الحساب الثاني اللي هو كان في الليتر اللي عملنا عليه شرح، زي ما انت طبعا شايف لو دخلنا على الحساب الثاني في 15 أو 14 ألف، برضو ال 14000 اكبر مزرعه في الوطن العربي. ازاي بقى تضاعف الارباح بتاعتك والجوده؟ لو حضرتك انت عندك محتوى او هتقدر انك انت تعمل محتوى، فبتنزل تلقائي بعد اسفل الرابط عندك وبتاخد رابط الحاله بتاع حضرتك من الاسفل. وكل واحد بيسجل من عندك طبعا احنا قلنا الكلام ده اكتر من مره بيكون ليفل يا جماعه. لو انت الليفل بتاعك فتح الاولاني فانت بتاخد عليه 25% عفوا، والليفل الثاني 15 و10 وهكذا. طيب لو عايز تعرفهم بشكل افضل بتيجي هنا على بير تودو او شوف كل حاجه، ومجرد ما بتدوس عليها بتشوف البريميسيو بتاع حضرتك هيتعدل ازاي. لو نزلت طبعا سحبت بالشفل بيقول لك زي ما طبعا شايف هنا اول ليفل اللي هو الناس اللي هتسجل من عندك بتاخد 15 عفوا دلوقتي نزلت بقت 15%، والليفل 2 بقى 10، والليفل 2 بقى 5 وهكذا لحد ما تنزل تحت. طيب لو انت عايز تعرف هتكسب قد ايه في الجوده، بص يا صاحبي لو انت عندك 5 بس
عدنه 24 ساعه تاخد 3 دولار بالشكل يومي، مش محتاج بشكل شهري عفوا، مش محتاج تعمل اي حاجه، اهم حاجه ان هم يعدنوا. طيب لو انت بقى عايز تعمل الخمسه دولت على حسابك انت، يعني عايز تعملهم من تليفونك انت، هتحتاج حضرتك يكون عندك 5 تليفونات وخمس شبكات انترنت. مش هتقدر انك انت تدخل بشبكه انترنت واحده الا في حاله يكون عندك حساب برو. ايه الفرق بين حساب برو والفرق الليتل؟ الفرق الليتل هتقدر انك انت تدخل بحساب واحد، الفرق البرو زي ما طبعا شايف انا فتحت دلوقتي اكتر من حساب وما عنديش اي مشكله ومش بتحذر، لازم يكون عندك البرو. طيب هتحمله ازاي البرو يا صاحبي؟ بعد ما بتسجل في العادي بتدخل على نفس المتصفح بتاعك وتكتب كريبتو تاب برو، بتشتريه على نفس المتصفح بتاعك. ولكن طبعا لو انت عايز تشتري، لو انت عايز تثبت على المجاني زي الفل، احنا شغالين على المجاني، عايز تشتغل على البرو اشتغل على البرو. الطريقه الثانيه يا صاحبي انك انت تتصفح في قلب الموقع. زي مثلا ايه يا عم احمد؟ زي مثلا هتروح مثلا تسمع اغاني مثلا، انا بعمل اي مثال على فكره، تعمل اي متصفح زي ما انت هتروح تتصفح في اي متصفح ثاني، فانت بحضرتك بتخش هنا بمجرد ما بتسمع في المتصفح، ولكن لازم تكون في قلب المتصفح. بمجرد ما بتسمع اي حاجه او تتصفح او تدخل في اي موضوع في قلب المتصفح، تلقائي حضرتك انت كده بتضاعف التعدين بتاعك. تلقائي طول ما انت بتتصفح في اي حاجه تلقائي انت بتضاعف التعدين بتاعك. طيب الطريقه الثالثه يا عم احمد، الطريقه الثالثه ان حضرتك بتروح تشتري باقه. طيب الناس كتير جدا بتشتري في بتسالني في الباقه، احنا شرحناها وعملت لها 4 فيديوهات لوحدها. بتدوس هنا على شراء الباقه وبتخش طبعا بعد ما بتراجع شروط الشركه والاحكام وبتشوف هل هتكسب او مش هتكسب، والجو ده احنا شرحناه اكتر من مره. بتشوف في الخطه المناسبه بالنسبه لك، ولكن افضل ليك انك انت جرب شهرين ثلاثه بالمجاني، لان كده كده احنا بنسحب في المجاني بدون اي مشكله. دي الثلاث طرق اللي كنت تقدر تكسب منهم عمله البيتكوين بشكل مجاني في 2022. لو استفدت من الفيديو وعجبك ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد على كوين فري.